طارق مع خالص لا اخفيك سرا يعني ان انا قريت لسراج منير اربع اعمال في انواع مختلفه وحبيتهم كلهم. يعني انا قريت النيان ده تاني الجزء الاول ده كان سيرفايفل باسقاطات سياسيه كده، كان هايل جدا مع مسحه خيال علمي كويسه. قريت كمان ربيع الشتات اللي كانت اجتماعيه باسقاطات سياسيه عن الاغتراب وما الى ذلك، كانت تحفه. قريت قصة رومانسية فيها حاجة غريبة جدا بيدمج فيها ما بين الرومانسية وما بين الواقعية السحرية، وهي عشق في جنوب بلادي، ودي الحقيقة كانت تحفة جدا برضه. حتى الأعمال بتاعته اللي موجهة للناشئة، السلسلة الجديدة بتاعته المسافر وأول جزء فيها دريع شريط، خيال علمي صرف وتنفع جدا جدا إنك تقدمها لابنك، هتبقى مبسوط بالنتيجة اللي هو هيوصل لها من الحاجات الحلوة اللي هيستوعبها، الاسقاطات الجميلة، القيم والاخلاق، الكلام ده كله ممتع. فالحقيقة انا متحمس جدا للعمل ده. تعال بقى نركز في الطريق عشان مش عارف ايه هو الصراحة، ونتقابل هناك. كلاسيكيات كمامات أرقاء شعر بسيط. أنا استغربت الحقيقة كلاسيك، أنا في اللي يمدي بس لقيت ورا مش كده. تعالى جنبنا هنا. في مركبات فضاء، في قاذفات، ولاقي وبيستعمل المفردات الصحيحة للاصطلاح.
الشرعية الصحيحة، لكن يعني بالرغم من ذلك أنها حقوق لكن بتعتمد على يعني نكون على منطلقات علمية. لماذا لا يكون هذا موجودا تماما؟ والعالم العظيم اللي خلقه ربنا يعني إيه؟ محكم احكاما تاما، لكن الانسان ما بيعرفش منه الا اقل القليل. هذه مساله تخلوه تماما في كل لحظه، يعني اشعر وانا اقرا ان الانسان هذا ده البعد الاخر، بعد البعد الهام جدا ان الانسان ايضا كممثل الانسان انني لا افهم الا القليل ولا اعرف عن هذا الكون العجيب جدا الا اقل القليل، وان لماذا لا تكون هناك هذه المسألة الأخرى أيضاً أن قلة الشخصيات وعمل كبير، هو مش عمل صغير لكن هو استطاع أن يكون التوزيع المتعادل لحضور ووجود هذه الشخصيات في العمل، كما لم يفلت مسألة أخرى تماماً، مسألة يعني الكتابات العلمية الخيال العلمي بتقع فيها وبيحصل فيها ما أسمى نضوب المشاعر الإنسانية. هذه الفلاحة المصرية لا تقدم فقط لأنها وكي فلاحة مصرية أو يعني كل لحظة يكتسي ملمحا جديدا، مرة يعني يبدو عليها التنمر الشديد جدا جدا وتبدو عليها الشراسة، ثم تفاجئنا برقة مفاجئة، ثم تفاجئنا أكثر من هذه المرأة المسكينة الضعيفة المستسلمة التي يعني تربت يتيمة أو ربت يتيمة أخرى، أننا نكتشف أبعادا دافئة جدا وأبعادا خيرة فيها، ثم تتحول إلى امرأة في لحظة إلى امرأة متحكمة وامرأة قوية، وهو يستطيع أن يعادل المعادلة تماما، أو يعني يحدث التوازن. اللحظة التي تصبح فيها هي امرأة قوية هي التي تقود الموقف تماما، وهو يبدأ يتراجع لأنه ما ينفعش يبقى سوبر مان على الاطلاق. هو احتفظ بهذه الشخصيه بضعفها البشري مثلما احتفظ لها بكبريائها وبكرامتها الانسانيه، لكنه يعني بيقول عليها انها شخصيه يعني from flesh and blood، شخصيه من لحم ودم، وليست شخصيه مجرده على الاطلاق ولا شخصيه تخيليه نظريه، هي شخصيه فعلا يعني موجوده ونراها فينا ونرى لحظات ضعفنا ايضا في هذه الشخصيه. كان منفرد جدا في جوه العالم الغريب ده،
اليد نوعا ما التقاطعات اللي كانت بيثبتها الكاتب عن حياة الشخصيتين دول على الأرض. الحقيقة لا كان كان الحيوية في النص وبدي إيقاع سريع للرواية. كان الحوار اللي بيحصل على فيديتيا تقريبا معظمه باللغة العربية وجمل مختصرة جدا. الحقيقة الرواية بإيقاعها السريع واللغة السلسة وخفتها والمقاطع الذكية فيها والمراوحة العالم يبدو خيالي أو العالم هو خيالي فعلا، لكن كله إن هو مش عالم غريب، إن هو عالم قريب من الأرض حتى انفصلها كده. هناك دائما نقطة ما بين الحقيقة والذكاء. في موقف ثاني آخر أن المثالية تصلح بعض الوقت لكنها لا تبدو واقعا حقيقيا. هنا يعني تصبح السيمة الحسية القصدية للرواية تقدير الشخصي والقيمة الموضوعية لهذه الرواية هي التنقيب عن النبل الإنساني وكيف جعل هذا النبل الإنساني واقعا متحققا من خلال البحث عن هذه النقطة بين الحقيقة والزيف. هناك أسئلة روائية حول من يمتلك الفضاء ومن المدينة ومن المدان. يتضح الجهد الإنساني في خواتيم الرواية من خلال شكلة الحب الرومانسية التي تسند الإنسان السوي الذي يعتمد لغة التقاطر ووقت الحب القديم وأساس تحقيق التنوع الثقافي الذي أشرق بقوة في خواتيم الرواية. والتنوع الثقافي قيمة عليا في الرواية. التنوع الثقافي في حقيقته هو تعدد ثقافي للفرق، التعدد الثقافي لكن التنوع هو تعدد ثقافي مضبوط بمعايير قديمة منها المسامحة وقبول الآخر ونهي العنصرية وقيمة التعاون أو بعبارة الرواية التعايش وصمت الأمل. وأخيرا ملاحظة، استهالت الرواية ذاتها بموقف يمثل التوتر والتهديد، وهذا جيد لأنه يحقق مطلوب الرواية لأن سنة استقلال الرواية سنة 2048 ويتم الارتداد بالتقنية الروائية يعني نسميها آلة السرد أو آلة السرد السردية التي تعود هي تقنية الاسترجاع خارج الزمن الروائي بسبب غزو الأرض من قبل الجنس الجديد حوالي سنة قرابة مطر 2033 ومرة أخرى في الرواية 2034 ورحلة الذاكرة مع استعانة رمز شعبي عمر الزيبق رمز الأسطوع الشعبية المصرية للمقاومة. هذه المقدمة التاريخية في مستهل الجزء الثاني مسألة تقنية الاسترجاع الروائية أي خارج زمن الحكاية وهي تمهيد لدى العاملين الرواية. Oh, sweet.
توصيل الكلام ده بقى للقارئ العادي، القارئ البسيط، القارئ الشاب، الدي اتش وما بعد ذلك. بتهيألي احنا حاولنا نوصل الكلام ده بالاكشن وبالمغامره وبسرعه الاحداث والتنقل ما بين الراوي العليم والراوي المنظور الثالث. فاعتقد ان ده كان هدف عندك في العمل ده بالتحديد ومعظم اعمالك، ان احنا نوجه تقنيات ادبيه صعبه للقارئ البسيط. ده السؤال الاول. والسؤال الثاني بالنسبه لبقيه الاعمال بقى، هل هيبقى يعني انا عارف مثلا ان الثلاثيه دي كانت المفروض تبقى ثلاثيه وتحولت لثنائيه، هل ده لصعوبات نشر بس ولا انت يعني غيرت وانت بتكتب ووصلت لفكر مختلف؟ لان الاسقاط السياسي فيها عالي من مسوده الجزء الثاني اللي انا قريته، انا مش عارف الشكل النهائي طلع ايه يعني.
هل في تغيير في الخطه اللي في دماغك؟ وفعلا بقيت سؤال اسمك يعني، هل هنكمل في نفس العالم تاني ولا لا؟ لا، هو مش هنكمل في نفس العالم. الجزء الثاني فعلا كان الجزئين اتضافوا مع بعض في حاجه واحده. السبب من ده ان الجو بتاع الجزء الاول حاجه، الجو بتاع الجزء الثاني والشخصيات حاجه ثانيه. ما كانش عندنا منطقيه في الجزء الاول في عمر وشادي بس، الجزء الثاني والثالث في مباسل ومسال ومنظر وهرمين والناس الثانيه. فحبيت ان دول على بعض في كتاب واحد، هيبقى ألطف وأظرف إن هو يبقى كتاب واحد، عالم مختلف عن العالم في الكتاب الأول. وعشان كده بدل ما كانت ثلاثية خليناها ثنائية، يعني نعم الجزء الثاني بقى تقريبا ضعف الجزء الأول، بس الأحداث والعالم اللي فيه والشخصيات يعني زي ما أستاذ الخضر قال 23 شخصية. يعني الجزء الأول هم تقريبا 3 شخصيات أو 4 شخصيات بس. فالجزء الثاني عشان كده دمجنا الثاني والثالث خليناهم كتاب واحد، وعشان الفكره نفسها توصل الجزء في النهايه اللي هو الثلاث فصول اللي بيلخصوا الفكره كلها والثلاث فصول اللي في اخر الجزء الثالث يبقوا مقربين للي هيبقى بدايه النص. كمان سؤال تاني، مجمل اعمالك كده، احنا عملنا رومانسي وعملنا واقعيه سحريه وعملنا خيال علمي وعملنا اجتماعي، هل انت عايز تكسر الصوره النمطيه بتاعت ان الكاتب لازم يتخصص في نوع معين؟ اللي بيكتب رعب بيكتب رعب، اللي بيكتب خيال علمي بيكتب خيال علمي بس؟ لا والله، الفكره ان انا بكتب كوميديا عاديه، ما بفكرش في التصنيف ده. الاول كان 7-0 كوريشن ده واقعيين وبكتبهم واقع انا عايشه، بس حبيت ان انا اوصل فكره كبيره في النياندرتال جزئيه، فكره كبيره في اطار مشوق زي ما انت قلت كده، يقرا القارئ الشاب القارئ اللي حابب يقرا حاجه سهله عليه وممتعه، وفي نفس الوقت يلاقي فيها فكره كبيره جدا تفتح قدام افاق التفكير. يعني ما فيهاش بس ان في خير وشر، لا، الخير ممكن يتلون بلون الشر والشر ممكن يتلون بلون الخير، والحكم على الخير والشر دايما بيختلف حسب الزاويه اللي انا ببص منها. يعني انت ممكن تبص على الخير ناحيه وهو شر، والعكس بالعكس. فكل ده يعني انا حابب اوصله في اطار، في نفس الوقت ما كنتش بتكلم بشكل مباشر، ورغم ذلك لجأت للمباشره في بعض الجمل وفي بعض الحتت عشان أأكد على اللي انا قصده. كان ممكن ما اقولش وما احطش الحته المباشره، بس مثلا زي ما انت عدلت على الجزء الثاني ممكن النهايه يتحط فيها فخ وتطبيع او الكلام دوت، فحبيت ان انا أأكد على المقصود في جزء فيه كلام مباشر في وسط الاحداث، رغم ان ده ممكن في بعض الفروقات وجهه نظر البعض يقلل من قوه النص او من قوه الروايه ان انت تقول كلام مباشر، بس لقيت ان انا لازم استيت او انص على مقصودي من الكلام عشان الكلام ما يقولش بعد كده بطريقه عامه. فانا لسه مش عارف بقى هكتب الناس تاني. الانواع الادبيه ما فيش تاني؟ لا، ما فيش في بالي والله. يعني انا حتى الرومانسيه انا بحب الرومانسيه والكتابات عشان الجو الهادي، برضه حبيت ان انا ادي الفكره الرومانسيه من تاني خالص، وانت اكيد حتى انت كمان عرفت حد دلوقتي يعني. فانا فعلا حتى لما بكتب الرومانسي انا كل همي في فكره ان البني ادم ازاي يبقى البني ادم التاني، وازاي يحبه بكل عيوبه ويقبله وما يحاولش يشخصن المسائل والقيم على شخصيته بس. الاحداث بعد كده في نفس الاطار، بس حسيت ان يعني اللي هو نهايه الجزء الثاني اللي هو الناس تقبلت بعض خلاص واضطرت انها تعيش في عالم واحد مع بعض، ف احداث نهايه الاطار جايز وموجود ووارد وسهل ومتعمل، بس انا مش عارف هل انا هعمله، ولكن الفكره اكتملت. المشكلة هو ان انت بس وجود عالم خاص لوحده على ما اظن ان هو ممكن يبقى معاك امتداد فيما بعد ان شاء الله. اكيد طبعا، يعني دي ما اقدرش فيها 100%، واكيد هي الفكره في بالي. اتمنى تكون النهايه مفتوحه علشان خاطر النهايه مغلقه بس مفتوحه. يعني احنا مثلا زي ما قلت بنقول ان احنا في حرب والدول عملت معاهده سلام وتسامح،
عندنا امكانيه ان شاء الله. الف الله يبارك فيك.